قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، معذرة يا رسول الله. لا، هذه الإساءة وسوء الأدب معك. غدا سيعلمون من هو رسول الله حين يحرمون من شفاعتك يوم القيامة، عندما تقول: أمتي أمتي يا رسول الله، أنا بعتذر لك وكل أطفال المسلمين عما حدث من إنسان حقير، فأنت أغلى من أبي وأمي أنت يا رسول الله. نحن الأطفال سندافع عنك أنت يا رسول الله، ولم نسكت على هذه الإساءة، ونحن نعلم يا رسول الله إن الله سيدافع عنك وحينصرك عن الخنازير أسرا يا رسول الله. لو الغيرة ماتت عليك، عايز أطمنك يا رسول الله إن الأطفال ما زال عندهم غيرة ليك يا حبيبي يا رسول الله. يا أبا لهب الفرنسي، مش أنت قلت حرية في الرأي؟ تعال أعرفك الحرية في الرأي، ودي رأيي الشخصي يا جاهل. قبل كده قلت لك يا أبو لهب تغلطش في الإسلام، لأنك لو غلطت هزعلك، لأنك لا تساوي جناح بعوضة، لأن مكانك مع أبو جهل. أبو لهب يا أخبى مخلوق على وجه الأرض. لازم تعرف يا أبو لهب أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سله صورة فوتوغرافية، ولا صورة قلمية، لا صورة شمسية. مفيش أي حد صور حبيب محمد، إنما الذي صوره هو الله. على عرفك ما يا أبو لهب من هو محمد. محمد ما كان جبارا ولا متكبرا، محمد كان إنسان كبير القلب. محمد رحمته وسعت كل الناس. محمد لم يشن حربا دمرت 21 مليون، ولا حرب ثانية دمرت 50 مليون. محمد لم يقتل في الجزائر مليون. لازم تعرف يا أبو لهب أن الإسلام لا يؤخذ من أفراد، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مهم بطونهم وقبلتهم نسائهم. ولكن يا أبو لهب لازم تسمع الإسلام من منابع الإسلام، من الكتاب والسنة. أنا لازم أعرف العالم كله من هو مكرون. يا مكرون، الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. أما أنت يا أبو لهب، من هو ربك وما هو دينك ومن رسولك؟ فكرة يا مكرون، أنت ليس لك رب ولا دين ولا نبي، فماذا تنتظرون من هذا الحقير إلا ما هو كل حقير؟ تعال أعلمك يا أبو لهب، الرسول علمني إيه؟ علمني أحترم كل الأديان، لا أتجرأ لأي دين تاني، أحترم النصراني واليهودي. بس أنت يا أبو لهب ما تعلمتش إزاي تحترم نفسك، كأنك قليل الأدب. وعايز مريم تعلمك الأدب؟ أقول لك حاجة يا أبو لهب، تقدر تغلط في البقرة الهندية ولا تغلط في اليهود يا جبان؟ بتقول حرية رأي يا مغفل، ولما رئيس البرازيل حط مراتك في حصرة القرد انت زعلت. رئيس البرازيل قال حرية رأي، ولما في رئيس قال انت مجنون انت سحبت السفير بتاعك. فين حرية الرأي يا غبي؟ عارف يا ابو لهب ماسكة شرطك كده ليه؟ علشان ايديا ما تتوسخش. يا ابو لهب انا لازم انصر رسول الله، عشان كده لازم احرقك معك في الدنيا قبل الاخرة. الله أكبر، الله أكبر، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، بأبي وأمي أنت يا
الله. أبي وأمي أنت يا رسول الله. بأبي 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 وأمي أنت يا رسول الله. طبعا أنا مش هقول لكم